السلام عليكم، جيت لكم اليوم فيديو جديد فلوج ديالي لمدينة أدانا. بعيدش عليا، ما بعيدش عليا بزاف، تقريبا بواحد ساعة ونص حتى ساعتين، يعني بحال من كازا للرباط. كيف ما كتشوفوا الطريق زوينة بزاف، كلها خضورة. بعد ما وصلنا، هذا هو الكوبري الكبير اللي معروفة به أدانا، ماشي بحال شكل هذاك اللي في إسطنبول، ولكن حتى هذا يعني ضارين به غير المولات الكبار، الأوتيلات المعروفين. هذا هو المنظر اللي داير بالكوبري اللي مغطي، حتى هنا كله كيف ما قلت لكم اوتيلات. هنا اوتيل شيراتون، هذا اوتيل هيلتون، كاين اوتيلات يعني كتار وقراب. هذا الشيء كامل داير به لي مول والجوامع الكبار ديالهم، يعني منطقه سياحيه 100%. شو كيف بدا الميم؟ تميزين. مرشين داها جزر داها مودر اما جزر بمنظر اوه الصورة او الفيديو ظالمة المنظر. المنظر في الواقع رائع جدا، وكتسمعي صوت ديال الاذان، وكتسمعي وكتشوفي يعني السماء والواد والمناظر البنايات والعمارات اللي حداه. صراحة واحد المنظر رائع جدا. من بعد جينا لهذا المول، هذا اللي هو اوبتيموم. بالنسبة لاوبتيموم كاين في العديد من المدن التركية، منهم اسطنبول وازمير ومنهم بورصة. هنا على حسب المول، على حسب الشركات اللي تابعين ليه. الشركة ديال اوبتيموم تابعة لزارا، عشان ام كوتون، سيفورا، مونكو كيف ما كتشوفوا، والعديد من الماركات. من غير الماركات اللي هما تركيا، اسواكيكي، دي فاكتو، فلو، انا دولو كيجيني بازيك، واللي كتلقى يعني الدنيا كاملة مطلبين كلشي لابسهم. ملي كتبغي تلبسي شي حاجة ضروري، ما كتبغي تلبسي شي حاجة اللي هي سبيسيال اوزال ليك. يعني هنا كاين بزاف ديال الماركات اللي انا جيت على قبلهم، على قبلهم يعني مثلا اشد ام، روزمان، كاين بزاف ديال الماركات. كيف ما قلت لكم ادانا على حسب المولات اللي شفت فيها، يعني امبير، بارك ادانا، ادانا افيمي، كاين هذا ديال اوبتيموم، يعني كاين بزاف ديال المولات خاصه للتسوق بالاثمنه المناسبه. يعني شي واحد الا جاي لتركيا غير التق ديال الحوايج وهذا، كنصحو يجي لادانا. فيه حتى المناظر اللي هما طبيعيه، انا في هذا الفلوق ركزت عليهم بجوج. برده برده اول حاجه جينا لروزمان. روزمان واحد المغازن اللي كيف ما كتشوفوا، اسانس، باستيل، كاتريس، في لي مارك اللي هما رابور كاليتي بري، كنظن انها ماركه المانيه. كانوا دايرين دي سولد انتريسونت في لي اكسسوار دو ميك اب، لي بانسو، ولا لي بيوتي بلاند ديال ريال تكنيك، سيغما، وهذا كانوا دي سولد زوينين بزاف. زياده سنه لانه ديجا روزمان فيه غير لي مارك اللي هما ايكونوميك رابور كاليتي بري، غير ذلك فيه كنظن انها ماركه المانيه روزمان، غير ذلك انه فيه كالحوايج ديال لوغانيزاسيون ديال الدار، فيه حتى الماكله، يعني الاشياء اللي هما هكا اورغانيك، فيها كالديكوراسيون. ابخي جينا نشوفوا الحوايجات اللي خارجين دابا في الوقيته ديال الخريف، الاشياء اللي خارجين في اليني كوليكسيون. ابخي جينا لاش اند ام، من غير الملابس ولا الاكسسوار والاشياء ديال الميك اب، كانوا جايبين اشياء ديال ديكوراسيون ديال الدار. ديجا لي بري اللي هما اصلا مناسبه، وجينا في لا سيزون ديال راس العام، كانوا دايرين سولد 50%. هادو بالنسبه لي زاكسسوار ديال لي ساك امان، كيجيو زوينين بزاف. هادو هما اللي خارجين دابا. كانش شي حاجه اللي هي سبيسيال، داكشي اللي كان في داك العام هو اللي نفس الشيء، ما كاينش شي حاجه اللي هي جديده. وهنا عند بولاند بير، يعني من غير الحوايج وهذا، حاجه اخرى عجبتني عندهم هي لا ديكوراسيون. اي كوان يعني في المغازه كتلقى عند واحد لاتوس خاصه، عجبتني لا ديكو بزاف بزاف. هنا كنا جينا ليطاج الاخراني، بحال كاع لي مول الطاج الاخراني كيكون فيه يعني
حوايج ديال الماكله وهذا، والحد وكانت الدنيا عامره بزاف ما كاينش فين تجلس. الوغ كو صافي مشي بقينا هبطنا مشينا صافي وخرجنا، مشينا لواحد الغيستوران هنايا تاهي قريبة للمول. انا عارفة العديد من الناس اللي كيتابعوني زعليهم الثقافة التركية وبالاخص الاكل التركي، دايما ما كيقولوا لي في الفيديو ديالي ورينا الطريقة ديال التحضير، قربينا من الاكل ديالهم والاطباق اللي عندهم. داكشي علاش غادي نوريكم الاطباق اللي قدموا لنا اليوم. هنا غير السلطات، شنو يزن مانتار غالبا. مانتار شنو الأدوية ده هسيلي؟ تازك تازك فيه الخيار والياغورت. هذه السلطة ممكن تجي الأدانة وما تاخدش أدانة كباب، هذه هي الأدانة كباب، هذو الكفتة ديالهم كتكون مشوية بلقمة خاصة بها، كتقدم مع مطيشة والفلفلة هكا حارة مشوية. وفاش كيساليو كيختمو لك بالشاي التركي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، الجزء الأول ديال الرحلة ديالي لمدينة أدرات، نتسناو الجزء الثاني، تلقاو في الفيديو الجديد.